اهلا وسهلا متابعي قناه شوف تي في، مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر من مدينه الدار البيضاء. معنا البائع هذا اللي معروف هنا في هذا الشارع ديال محمد الخامس. هذا السيد هذا مشى سول العيد، بغى يشري عادي بحال اي مواطن مغربي مشى بغى يشري العيد، لكن لقى الثمن ديالو غالي. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. نعم، انت مشيتي عقد معكم عبد العزيز، انا بائع كنبيع السماطي وانسان مواطن على قد الحال، ومشيت بغينا نشريو العيد. العيد غالي. نعم، هذه المهنه هذه اللي انت خدام فيها مربحه ولا عادي؟ على قد الحال، انسان راه كيخدم على اساس انه يدبر واحد 30 درهم ولا 50 درهم ولا 60 درهم في الوقت الحالي، راه ما دايره والو مولا وليدات، راه ما دايره حتى شي حاجه. وحنايا يعني كنتمناو ان هذه المساعدات اللي كتكون اللي خصصتها هذه الحكومه هذه ترفع من سميتو من شويه من النيفو المعيشه ديال المواطن المغربي. احنا سميتو شحال قالوا لك الاثمنه؟ اثمنه غاليه، غاليه بزاف، باش تكونوا واقعيين. الاثمنه هذه الا بغيتي تعيد خصك، بغيتي تعيد خصك 5000 درهم، والمواطن المغربي 5000 درهم بالنسبه لي انا كمواطن كبائع، والناس هذو كما نقولوا الطالب ماش، والانسان اللي ما عندوش واحد الطبقه اللي هي واحد النسبة مهمة ديال المغاربة فوق 5 مليون أو 6 مليون، أنا ما عنديش إحصائية، لكن حسب داكشي اللي كنشوف راه الناس هادو راه ما قادينش على العيد وما عندهمش باش يشريو. ونزيدك واحد النسبة ديال 30% كيقولوا بأنهم راه ما غاديينش يعيدوا، يعني عنده هذه الفكرة حاضرة. حنا كنعرفوا المغاربة والتكافل الاجتماعي وكذا، وشي كيعاون شي وكذا، لكن 30% كيقول لك ما عندوش باش يعيد. الانسان ما عندوش باش يعيد، باش تعيد الا بغيت تعيد 5000 درهم. 5000 درهم شكون اللي قاد عليها؟ قاد عليها هذاك الموظف، هو اللي قاد يشري. الموظفين كاع هذوك الاطار ديال الدوله، ودوك الناس اللي شيل 9 وشيل 10 وشيل 11، هذو اللي كيشد 9000 درهم، كيشد 12000 درهم، 13000 درهم، هذا ما عندوش مشكل، تيبقى نهار وغيمشي يجيب الحولي وغيجي يحطو يدخلو الدار. لكن بنادم راه ما عندوش، زائد المصاريف ديال الحولي مليون، نقولو حنا 7000 درهم، فين هي 7000 درهم؟ ما كايناش. أغلبية ديال الناس كيقول لك ما غاديش نعيد. بالنسبة للناس لي ميزيرابل، البؤساء ديال هاد الأرض، هاد واحد النسبة مهمة كتعيش في البلاد، أنا واحد منهم. مع الناس باش نعيدو نمشيو نسرقو، حنا راه مواطنين عاديين، كتخدم على الأجرة ديالك 1000 ريال كتدير ولادك تاكلها، باش منين غنمشيو نسرقو؟ ما عندنا لا مشاريع لا والو. زائد أن هاد الحكومة هادي جابت لنا الحولي من برا، وهاد الحولي هذا اللي جابتو اللي هو كيتقام عليهم تما 1000 درهم، زائد أنه ما مخلص الضرائب، قرا داخل البلاد بدون ضرائب، يعني ما علف هذا السيد اللي غيجيبو، ما علف، ما خسر عليه وقت، ما ضيع عليه وقت، غيجيبو غيبيعو. ومني كتجيبو نتايا مقام عليك 500 درهم غتبيعو المواطن ب 4000 درهم، شنو هاد العقليه هادي؟ هاد الشيء راه كانت كتعيش في اوروبا في القرون الوسطى، الاقطاعيين هادو اللي ما كيرايوش فين هما سميتو قوانين للمواطن وكذا، وهذا اللي ما عندوش وهذا. علاش ما تبنيوش على الاحصائيات اللي خديتو ديال الدعم الاجتماعي حسب مؤشر؟ مثلا انت ما عندكش حسب مؤشر، تعطاك واحد الوثيقه كتمشي للمرجع كتاخذ حولي بواحد الثمن مناسب، اللي ما عندهمش هاد صاحب المؤشر اللي ساعدتو عطيتو 500 درهم 500 درهم راه ما تعمرك تبوطه، ديروا معاهم عاوتاني وبيعوا لهم الحولي ب 2000 درهم 1500 درهم، بيعوا لهم ما كي الى لقاو الى لقاو. دونك ما كاينش شي تخطيط بالنسبه للحكومه، ما كاينش تخطيط. انا كتبان ليا العشوائيه في التسيير، والمواطن اللي كيخلص الضريبه هو الطبقه الكادحه، ما عندهمش
ها هو دابا المعيشه النيفو المعيشه غلا، ها هما البوطا زادوا فيها ولا عندي عاوتاني زين، ها هما اغلبيه المواد الغذائيه غترتفع، اذا هذا المسكين من غادي كيفاش غيعيش؟ كيفاش غيعيش؟ نعم الفرق ما بين هذاك العام الاثمنه وهذا العام واش كاين شي اختلاف؟ شويه ذاك العام كان غالي، هذا العام زاد عليه شويه، شو النيفو ديال المعيشه في المغرب غادي وكيرتفع، راه المشكل وهو ان الطبقه الكادحه الحكومه ما حسيتش مستوى العيش ديالهم، 500 درهم ما دايروا والو، باش نكونوا واضحين، وعطيت والو واحد النوع وحيدت واليهم على معايير وحسابات ما لا علاقه، تدخل الوفي كيحيد لك حيد لك الدعم، شنو باش غيقري ولادو؟ ولا دابا باش يقري ولادو؟ انا كنخرج دابا من الدار كيقول لي بابا، قالت لي استاذه جيب جوج دراهم، جيب ثلاثه دراهم، يوميا ولاو كيصيفطوا لنا اساتذه بهذ العقليات، يوميا راه داروا عليها اجتماع في المدرسه. جبنا جوج دراهم، جبنا ثلاثة دراهم، ورقة كدير ليها فوتو كوبي ب 10 دريال كتجمع هي واحد 50 درهم ولا 60 درهم من القسم، وباش غادي نقري أنا ولدي أنايا ما عنديش الانترنت، باش نقري ولدي؟ واخا الانترنت مثلا يكونوا مشاركين فيها مثلا أربعة ولا خمسة في الدار، كيقريو بها ولادهم، ولات من الأساسيات في هذا الوقت هذا، ونجي أنا ندخل الانترنت تجي تقول لي أنتيا لا عندك الفلوس باش عرفتي عندي انا روح انا مع السكرواتي والبوطه تجي تحيد لي انت الدعم 500 درهم شي 500 درهم خصك تعطينا 1000 درهم 1000 درهم لكل مواطن هذيك الساعه باش هضر معاه راه الا ما عطيتيش الانسان راه جاهل خصو ما ياكل خصو ما يشرب راه ما غيخليكش الناس هذه راه مسلمات خصهم يعرفوها خاص الحكومة تهتم خاص الحكومة الحكومة خاصها تهتم بهذه الطبقة الكادحة النداء ديالك هو أنه هذه الحولية غير خاصة بطبيعة الحال طبيعة الحال شوف كاين هم هنا كيعتمدوا على العرض والطلب خبارك أنت دابا كيلو اللحم البقري ديباسا 100 درهم إذن العرض قليل مع العيد العرض قليل العرض والطلب كل ما قل العرض كل ما كيرتفع الطلب حتى البصلة مني ما كانت راه كتوصلت 15 درهم البصلة كدير درهم صافي دير هنا خص الحكومة تعتني بهذاك البسيط اللي ما عندوش دخل اللي ما عندوش دخل تعتني به وتبيع للأغنياء باش ما بغات اللي عنده فلوس راه ما عندوش مشكل هذه الرسالة ديالي وشكرا الله يعاونكم إذا متابعي قناة شوف تيفي كيفاش كتابعوا معنا هذا المواطن المغربي اللي كيوجه رسالة أن هذا العيد هذا خاصو يعني خاص بحكم أن بزاف ديال الناس الدخل ديالهم بسيط بزاف ديال الناس حتى المؤشر ما وصلهمش إذا متابعي قناة شوف تيفي شكرا لتتبعكم هذا البث وصلنا النهاية ديالو إلى اللقاء.